啊，حتى وقت فنكي وقت كل سنة سبلي. نعم. حتى لا بس تقعد. خطا. خلي أقسم سن مر أدي أن اللي رأت يعني قام مرمين. ما حس تدي خلي إيه ومتى كسر خلاص أبي يقوم قصبين رأيك يقوم قصبين إنن دي جنوم يسكتها أن وحيات وح قان قان أنا قان كل شيء أن سوتش أن قان كل شيء أن قاطي ورأيك أنا يقوم قصبين أما دوارد كي لكن ريسا كان ودينا و everything have limit وحلي خلا وايس أوكس وحلي خلا بدي بستها عندنا كذا وحلي أنت هاي وأنت هاي خوفي أنا ما بس أسو تاي قلب في عمي كسيان واحد عن كون غرتي إذا ما ذكر رسم هذا مساكين ثانا آه واحد تقال حكيبي أنت بحكت له واحد عن كان يعني اللي ما كسر أنت عدت كان قلب خاص عليه يقول قلب كسلة هي ما أصلا هو خوفي أنت مالي خوفي هو يبعد ما سيب أساس سيأثر كده واحد فرع أبطل طلوع قلب ملهي قلب ملهي يعني ماذا يفعل هذا؟ ماذا يفعل هذا؟ ماذا يفعل كلنا ماذا يفعل هذا؟ 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 ماذا دلالك وحكم من مسمى تلك حكم هذا تبع عدها ما احترامك بالتدك ما تعدم هذا ما يسول إلى تلك حكم هذا فنك وحن قصبة تلك أن أحمد علي عقال أيام مالين أن تهدال أن كولة تشرني أن فرانكفورت أيام وحيقول أن ولقين ما إلاوي يتصالها سوسي وحي هذا لبضي يكون يكوردي لأو labadii kun iyo labadii soo galayso horeelka marka horeelku wuxuu ahaa 90 bed iyo 90 bed ana xagana chief ahmed cali ayaa la xagal marka tusaaluhu wuxuu yiri fanaaniin aniga iga cod wac wanaagsana ayaa ku jiray waa bari laakiin waxa aniga heerka maanta ay gaarsiiyay dabeecadeeda marka la aado iyo ixtiraamkan u haya abwaaniinta iyo shaqadii la idiraa kasoo baxay marka tan talada aan kula talnaa anuu dhalinyarada DJ-yasha ama cid kasto defanka ku saabsan ama sportiska maaha technique oo inaad taqaanid dabeecadaad iyo bilaadnimada iyo bilaadiga sabab dhaqmasid way arko wax ku qoran inaad hees ku caayday dawladda Puntland iyo dadka shaqada way ku geystay maxay ku caayay hees qorada dadka Puntland inaad ku caayay dadka Puntland iyo dawladda aad ku caayday hees way way نمبر 1 ما هيصة بيسة ما هيصة ولي قينا ما لعيد تبين لكن لكن برقام كينا وكانا وعبراء و كم بلا ونسا لكن انا ابو حاس ايقو حبي ايقو مقا ينصر ايه كنصر انت لا بنتل بنتل واش على هذي ارتد بنتل وانيقا وان تقي قرنو وان تقي وصاصو وان تقي قرو وان وان تقي وحانا عن فرصة دانا استنين انو مهد عليو وسي ردي نجا مسؤول كأنا كأنا عاد يا بنو قوم هذا علينا يا سيبه وسير كا بدها يو كا صح وواحد هيس وش اسمه ما هي سبب أوكي قرار يعني غر يعني قرار هو اللي بتدي تاز مي أنا وقف اللي بتدي كم عاد يعني خلاص تحمل هذا كي عم تقيس فوق حلوية كانك يا زودي عرفني يا يا اوكي انا روح كو قرن فا واحد عاد وتعلنوا وبنبون جرتي اها كلمية ما بدها سياسه كريات ونبات ها واحد واحد كلميه ولي سياسه ما نقول او هوي دي ابو بده سياسه ما هان كلميه ما بنبونين هذا الله رحينا دين على يدي حسيد الله رحينا صار ترى تدوي وين يلا مين كان تدوي لكن سياسي متي ما أقارننا قد بايق في عن طاق واحد العكس سوق عاتي مع دولة مودشو فرماشة العقبة قاعد العكس ها حقي لو قلت على قاري
dhulkii laga siiyey degmada Bondar inaan ku dhiso lacaga badan waanu dirnay rabadaantii agoomaha Hargeysa iyo ama agoomaha Boosaaso iyo Taxamarba oo naga saaciday walaashay Muune Cumar Xasane xilibaanada ka ah Muqdisho nin kale ahda Cabdiqani Dactorna wuxuu naga saaciday agoomihii Boosaaso Kuwayn Clinic waa xarun lagu baaro laguna daweeyo cudurrada haweenka. Xaruntan waxaa kuugu diyaaray Dr. Ahmed Ismaaciil oo ah dhakhtar khabiir ku ah kuna takhasusay cudurrada haweenka iyo kobcinta taranka haweenka. Waxaan u shaqeynayaa in ka badan 23 sano. Xaruntan waxaad ka helaysaa adeegyadan: cudurrada haweenka iyo la socodka xaaladda haweenka uurka leh, ilmo raadis.